أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. مصادرة جهودك شيء مؤلم جدا. هذا الشيء حدث لكثير من الناس. أنت تخطط، تتعب، تصرف أموالا، تجهد نفسك، أناس يأتون ينسبون كل هذا لشخص آخر. هذا أحياناً يكون في قضايا شخصية مرتبطة بي، مرتبطة بأهلي، الأمر يهون، ليس مهماً. أنا تعبت، نسب عملي إلى شخص آخر، ليس مهماً. أحياناً هذا يكون في قضايا دينية، تصادر جهود الآلاف من الناس، أتعاب الآلاف من الناس في قضية دينية تصادر، تنسب إلى شخص، تنسب إلى جهة أخرى. هذا مؤلم جدا جدا جدا، لا يصبر عليه، لا يسكت عنه. قضية دينية ليست قضية شخصية، جهود ليست جهود شخص وشخصين، جهود آلاف. كلنا رأينا في السنوات الماضية، في بداية الأمر، زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في الأربعين، هذا الحدث الكبير. الإعلام العالمي تجاهلها تماما. رأينا قبل سنوات، مضت تلك السنوات. بعد ذلك اضطر الإعلام العالمي أن يذكر شيئا ما عن هذه الزيارة الكبرى، عن هذا الحدث العظيم، فصار يذكر بعض الشيء وبطريقة، حقا أقول، وبطريقة شيطانية عجيبة لا يتمكن أن لا يذكر، في نفس الوقت لا يريد أن يذكر، ذكر لكن بطريقة شيطانية. أيضا سنوات هكذا مرت. في السنوات الخمس الأخيرة
وجدوا طريقة أخرى لتلبية هواهم في معاداة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ذكروا زيارة الأربعين، طبعا شيئا قليلا من زيارة الأربعين، لكن ماذا صنعوا؟ جعلوا هذا العمل المقدس، هذا العمل الجميل، أقول هذا العمل الجميل حتى عند غير المسلمين. زيارة دينية شيء جميل، جميل عند كل البشر، فيه روعة عند كل البشر حتى لو كان الشخص ملحدا. زيارة الأربعين شيء جميل عنده، حتى عند الملاحدة، حتى عند السيخ، حتى عند الهندوس، أيا كان، زيارة دينية شيء جميل. هذا الشيء الجميل، هذه الزيارة الدينية العظيمة، ناهيك عن مظاهرها الجميلة، هي نفس الزيارة جميلة. حوروها، ماذا صنعوا؟ جعلوا يؤكدون ويركزون عشرات المرات في كل مرة يذكرون هذه الزيارة العظمى، يركزون على أنها قضية حركة سياسية، تسييس، تسييس شيء بمظهر ديني معنى ذلك أن هذا الشيء يفقد قيمته، شيء سياسة، السياسة كل الناس يعرفون فيها ما فيها من الأكاذيب، فيها ما فيها من الحيل، السياسة ليست شيئا جميلا إنسانيا، شيء. صاروا يذكرون أن هذه الزيارة العظمى، هذا العدد الذي اضطروا أن يذكروه قبل 4 أو 5 سنوات، ذكروا أنه 26 مليون زائر حضر في كربلاء، العدد يذكروه، ولكن في نفس الوقت قالوا أن هذه الزيارة الكبيرة، هذا الاجتماع البشري الأكبر، واعترفوا بهذه النقطة أيضا. سنوات سابقة ما كانوا يذكرون شيئا عن زيارة الأربعين، في هذه السنوات الأخيرة اعترفوا بأنه أكبر اجتماع بشري على وجه الكرة الأرضية في السنة، سياسة. طبعا العمل يفقد قيمته، العمل الديني الذي هو مظهره مظهر ديني إذا كان شيء سياسي طبعا يفقد قيمته. خصوصا وأن هذا العمل ينسب إلى حكومة عموما عليها إشكالات كثيرة من العالم، أيا كان إشكالات صحيحة أو غير صحيحة، بالنتيجة حكومة تقريبا منبوذة عالميا، تنسب هذه الزيارة الدينية إلى حكومة هكذا، يعني الزيارة الدينية انتهت، يعني قيمة هذه الزيارة الدينية ذهبت؟ لا، بل أصبحت شيئا قبيحا، ليست فقط فاقدة للقيمة، تسييس عمل ديني، هذا جدا قبيح، جدا جدا قبيح، أي عمل ديني. لاحظوا هذه الطريقة الشيطانية في التعامل مع هذا العمل العظيم الرائع الجميل. أولا، كم هو عدد المواكب التي امتدت من الجنوب إلى كربلاء، من الشمال إلى كربلاء، من الغرب إلى كربلاء، من غرب مدينة كربلاء إلى كربلاء، كم هو عددها؟ أصلا عدد بمئات الآلاف، طبعا مواكب كبيرة مواكب صغيرة، الخدمات مختلفة في هذه المواكب، مئات الآلاف، مئات الآلاف، هذا العدد ليس مبالغ فيه، مئات الآلاف من المواكب. الرقم الذي ذكروه في منطقتين من هذه الزيارة داخل الرقم الذي ذكروه رسميا، المواكب الخدمية والعزائية داخل كربلاء عددها، طبعا هذا الرقم ذكروه قبل أيام، قبل زيارة الأربعين، لعله ب3 أيام أو 4 أيام، في داخل كربلاء عدد المواكب كان
كان عدد المواكب 12,752 موكبا، هذا عدد المواكب المسجلة داخل كربلاء. تعلمون كثير كثير من المواكب لا تسجل، كثير جدا لأسباب، لأسباب عديدة. هذا العدد الذي سجل من المواكب داخل كربلاء 12,752 موكبا. عدد المواكب من النجف إلى كربلاء أيضا سجل. طبعا أنا لا أعلم، فقط المواكب في هذا الطريق، طريق يا حسين، هذا الطريق الجديد، أو حتى المواكب في الطريق القديم ما يسمى بطريق العلماء، الطريق، لأن هناك طريقان من النجف إلى كربلاء، وكلا الطريقين فيهما ما فيهما من الزوار بكثرة. عدد المواكب هكذا ذكروا أيضا، هذا الشيء الرسمي الذي ذكر، عدد المواكب بين النجف وكربلاء كان 17,406 مواكب. أنت اجمع بين هذين العددين فقط، المواكب داخل كربلاء المسجلة طبعا منها، والمواكب بين كربلاء والنجف، بين النجف وكربلاء، اجمع بين هذين العددين، النتيجة تكون 30,158 موكبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا عدد المواكب فقط وفقط في هاتين المنطقتين من النجف إلى كربلاء، لعله فقط في الطريق الجديد أو الطريق الجديد والقديم وداخل كربلاء. بقية المواكب كم عددها؟ الله العالم. كم موكبا بين البصرة والناصرية؟ بالمئات، لعله بالآلاف. كم موكبا بين الناصرية والسماوة؟ كم موكبا بين السماوة والديوانية؟ كم موكبا بين الديوانية والنجف؟ أعداد أعداد. كم موكبا في الطريق الثاني؟ كم موكبا بين البصرة والعمارة؟ كم موكبا بين العمارة والكوت؟ كم موكبا بين الكوت والحلة؟ كم موكبا بين الحلة وكربلاء في طريقيه، طريق الحلة إلى كربلاء طريقان. هذا في الجنوب. خذ من الشمال، المواكب بين المدن الشمالية إلى بغداد كم هي؟ المواكب بين بغداد إلى كربلاء كم هي؟ خذ من الغرب، طريق شفافة، طريق ما يسمى بعين التمر، منطقة عين التمر تبعد عن كربلاء تقريبا 80 كيلومترا، طريق هذا طريق الغرب، من طريق شفافة إلى أو عين التمر من إلى كربلاء كم موكب؟ يعني عندما أقول مئات والآلاف من المواكب، مئات والآلاف من المواكب، صغيرة وكبيرة، المواكب الصغيرة، المواكب الكبيرة، المواكب التي تقدم خدمات معينة، مواكب أخرى تقدم خدمات ثانية، صحيح؟ لا تقل مئات الآلاف، قل 100,000 وأكثر من ذلك طبعا بكثير كما هو واضح. إذا 30,000 فقط هذه المنطقة، عدد المواكب كبير جدا جدا، عدد كبير، قل 100,000. 10% من 100,000 يعني 10,000 موكب، 10,000 موكب كان بدعم من الحكومة. لا تقل 10%، قل 1%، 1% من 100,000 يعني 1,000 موكب. كان هناك 1,000 موكب الذين ذهبوا ما شاء الله، موجودون الحمد لله رب العالمين، بعض الزوار رجعوا. رأيتم الحكومة عندما تدعم أي حكومة، أي حكومة عندما تدعم شيئا 1,000 مرة تقول 10%، لا 1%، 1% من 100,000 يعني 1,000 موكب. رأيتم 1,000 موكب تكفلت مصاريف هذه المواكب، 1,000 موكب يعني 1% فقط، يعني لا شيء. لا اترك 1%، 1 بالألف. ابحثوا يا أخي، ابحثوا في كل الطرق، ابحثوا 100 موكب، 100 موكب، لا أقول 1,000، من 100,000 100 موكب كان بمصاريف الحكومة، 100 موكب فقط. الحكومات ليست مثل الناس تتبرع قربة إلى الله تعالى، لا تريد أن يعرف أحد. لا 1,000 مرة تقول هذا الموكب، هذا الموكب موكبنا، هذا الموكب. أي مال تدفعه؟
انظروا الكذب العجيب العجيب، الكذب الذي يعرفه كل الزوار، كل من ذهب إلى الزيارة يعرف هذا كذب. من هذا النص يقولون هذه الزيارة زيارة الأربعين الآن، حتى هذه السنة أيضا، هذه السنة أنا رأيت وسمعت في المواقع العديدة من الإعلام العالمي يقولون هذه الزيارة ما قامت إلا بدعم مالي ولوجستي من الحكومة. كذب هذا، أي مصادر لجهود المؤمنين؟ المؤمنون يخدمون هناك، يقيمون هذه المواكب حبا لسيد الشهداء، كل هذه الجهود الإعلام الكذاب، الكذاب ليس الكاذب، يحاول أن يصادر كل جهود هؤلاء المؤمنين. لا لا، هذا بدعم مالي لوجستي، أي كذب هذا. من جهة ثانية عجيبة حقا، هذه الجهة التي أذكرها لا يعلم الإنسان، يضحك يبكي عندما انظروا إلى الآن، لعله إلى الآن، أنا من قبل أيام من زيارة الأربعين أتابع، لعله إلى الآن يقولون 4 ملايين دولار كم تغطي من زيارة الأربعين؟ 30 مليون زائر لا يكفي، احسب، لا يكفي هذا المبلغ لإعطاء كأس واحد في كل فترة الزيارة، لا يكفي هذا المبلغ لإعطاء كأس واحد من الماء لكل زائر طيلة فترة زيارته. كم يوم؟ 10 أيام 20 يوم يمشي في كل هذه الفترة. لو أعطيت لكل زائر فقط وفقط وفقط مرة واحدة كأس واحد من الماء، هذا يكلف أكثر من 4 ملايين دولار. احسب الماء، قبل سنة لعلي أو قبل سنتين نقلت لكم هذه الإحصائية، قبل 4 سنوات الماء فقط وفقط قيمة الماء الذي وزع على الزوار في زيارة الأربعين قبل 4 سنوات كان أكثر من 1,300,000,000,000 دولار فقط الماء، ماء الشرب فقط، فقط الماء 1,300,000,000 أكثر طبعا، أكثر بكثير، هذه إحصائية دانية جدا يعني على أقل التقادير ماخذين، أكثر من 1,300,000,000 دولار فقط وفقط قيمة الماء الذي وزع على الزوار في تلك السنة. عدد الزوار لعله في تلك السنة كان 21-22 مليون، لا 30 مليون، هذا فقط قيمة الماء. قيمة الطعام كم هو؟ أنت أحسب الطعام الذي تأكله أنت كم ضعف الماء الذي تشربه؟ قيمته 10 أضعاف. الماء رخيص ولله الحمد، الطعام أغلى. يعني إذا كان الماء 1,300,000,000 عشرات أضعاف ذلك قيمة الطعام الذي وزع مجانا على الزوار الكرام. لا تقل 10 أضعاف، قل 10 أضعاف. 1,300,000,000 عشرة أضعافه 13 مليار دولار، هذا أقل تقدير الطعام الذي وزع مجانا على الزوار. قيمة السكن كم؟ لو كان أصحاب المواكب، لو كان أصحاب الحسينيات، لو كان أصحاب المراكز يأخذون مالا في كل العالم، تريد أن تسكن مكانا يأخذون منك مالا، لو كانوا يريدون أن يأخذوا أموالا كم كان قيمة السكن في السفر؟ حتما ويقينا أضعاف قيمة الطعام الذي تأكله، أليس كذلك؟ سافرتم أنتم في السفر، قيمة السكن أضعاف قيمة الطعام، لا تقول أضعاف، قل نفس القيمة. 13 مليار على أقل التقادير قيمة الطعام الذي وزع في تلك السنة على الزوار، السنة أكثر، 13 مليار على الأقل لو كانوا يريدون أن يأخذوا أموالا من هؤلاء الزوار، هؤلاء الذين أسكنوا الزوار كان يحصلون على أكثر من 13 مليار دولار للسكن. فقط قيمة السكن والطعام والماء أكثر من 27 مليار دولار، أكثر بكثير. ناهيك عن بقية الخدمات التي تقدم مجانا، الطبيب الذي يقدم خدماته مجانا، ذاك الشخص الذي يقدم خدمات أخرى، تعلمون كل هذه الخدمات الكثيرة
التي تقدم مجانا، ليس فقط سكن وطعام وماء، سكن وطعام وماء أكثر من 27 مليار ذاك تلك السنة، أكثر بكثير. هذه الأرقام الدانية التي أخذناها. الحكومة الإيرانية دافعة 4. طبعا لو كانت دافعة، لو كان هذا الرقم يصل، تعلمون الحكومات عندما، كل الحكومات عندما تدفع مالا لأفراد إلى أن يصل هذا المال إلى الأفراد، نصفه يذهب، هذا المسؤول ذاك الكذا طبيعي. عندما مثلا زلزال، حكومة تتبرع للمتضررين من زلزال، المتضررين من إعصار، إلى أن يصل هذا المال إلى بالفعل المتضررين، كم من هو يصل؟ نصفه، أقل من نصفه، لنفرض أنه كله وصل. 4 ملايين دولار بالنسبة إلى 7، أكثر بكثير من 27 مليار، هذا مليون ذاك مليار. بكل وضوح يفهم أن هذه كذبة مضحكة أصلا. لماذا؟ لماذا هذا الكذب؟ لماذا هذا هذه الجريمة الإعلامية؟ هذه الجريمة إعلامية، هذه الجريمة الإعلامية لماذا؟ ما هي المشكلة في زيارة الأربعين؟ لماذا لا تنقلون الخبر الواقعي الحقيقي الذي تعرفونه؟ هذه معادلة لا تخفى عليهم، هم يذكرون أرقام الزوار، أرقام كبيرة جداً، كل هذه الخدمات، وهم يذكرون هذا الرقم اللطيف أنهم ذكروا الخبر، فيضطرون أن يذكروا الرقم، ويضطرون أن يذكروا أرقام أعداد الزوار، ويضطرون أن ينقلوا أن هذه الخدمات كلها تقدم مجانا. إذن أين دعم هذا الكذب؟ لماذا هذا العداء؟ لماذا؟ إخواني أقول لكم كلمة، خذوها مني، اجعلوها في زاوية أذهانكم، انظروا هذا الكلام صحيح أم لا. هذا ما أراه. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عند كل البشر محبوب، أي شخص عرف الإمام الحسين، سمع عن الإمام الحسين شيئا، يحب الإمام الحسين، عجيب، محبوبية عجيبة موجودة عند الإمام الحسين صلوات الله عليه. حتى أعداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الذين قتلوا الإمام الحسين جاءوا لحربه وبالفعل قتلوه، حتى هؤلاء عندما قال لهم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام على ما تقاتلونني، أرادوا أن يجيبوا هذا السؤال، فكروا لماذا يقاتلون الإمام الحسين؟ الإمام الحسين عنده في النقطة السوداء يذكرونها، ما عندهم، ما وجدوا. كلما فكروا كيف أجابوا الإمام الحسين؟ قالوا نقاتلك بغضا منا لأبيك، وإن كانت هذه كذبة ولكن في سيد الشهداء ما وجدوا نقطة، اضطروا أن يقولوا أنه نقاتلك بغضا منا لأبيك. يعني حتى قتلت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما وجدوا نقطة، حتى نقطة مكذوبة، يعني عن الإمام أمير المؤمنين وجدوا نقطة مكذوبة، قالوا نقاتلك بغضا منا لأبيك، وما فعل بأشياخنا؟ ما فعل بأشياخكم؟ أشياخكم جاءوا قاتلوه، الإمام أمير المؤمنين دافع عن نفسه، دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما ذهب إلى بيوتهم يقتلهم. يعني هذه هم كذبة، كذبة من جهات كذبة، ولكن فكذبة وجدوا على أمير المؤمنين، على سيد الشهداء حتى كذبة ما وجدوا. الإمام الحسين هكذا صلوات الله عليه، الإمام الحسين محبوب، أي شخص عرف الإمام الحسين يحبه، من أي دين، من أي ملة، من أي مذهب، من أي بلد، هذا واضح. الذي أريد أن أقوله، على خلاف البشر الذين يحبون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، القدرات، الحكومات الكبيرة، الإعلام العالمي يبغض الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا، عجيب هذا، اجعلوه في زاوية أذهانكم، انظر هذا الكلام صحيح أم لا، عجيب هذا. كم الناس يحبون الإمام الحسين؟ بمقدار ما الناس يحبون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، البشر يحبون الإمام الحسين، الحكومات الكبرى، الإعلام العالمي يبغض الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. تعلمون لماذا؟ لأنهم لا يستسيغون.
شخصية بهذه الدرجة بهذه المكانة في قلوب الناس لا يستسيغون، هم يذبحون أنفسهم بإعلام ضخم قوي يجمعون كذا 100,000 شخص. الإمام الحسين بكل سهولة يجمع 30 مليون شخص، لا يتحملون لا يستسيغون. بكل سهولة أقول أبواب العراق إلى بلاد كثيرة تقريبا شبه مغلقة، كثير من الناس يريدون أن يذهبوا إلى زيارة لا يتمكنون. اسألوا أهل أفغانستان، اسألوا أهل باكستان، اسألوا أهل الهند، كم منهم يحبون أن يذهبوا إلى زيارة لا يتمكنون، الطريق مغلق عليهم، ليس سهلا، فيز لا تعطى إلى الآن. إلى الآن الشعب الأفغاني في أفغانستان، المؤمنون في أفغانستان ذهبوا تعبوا مؤسسات من هنا وهناك، سمح ل50,000 شخص. كم مليون مؤمن، كم مليون شيعي موجود في أفغانستان؟ ملايين. سمح ل50,000، والفيز التي أعطيت أعطيت ل25,000، والأفراد الذي سمح لهم من 25,000 فقط 5,000، فقط 5,000 إلى قبل 40، 5,000 فقط. أول شيء قالوا 50,000، أعطوا فيز لنصفهم فقط، النصف الآخر ما أعطاهم فيز. النصف 25,000 الذي أعطوهم فيز ما سمحوا له أن يذهبوا، 5,000 فقط ذهبوا. يعني أقول أبواب العالم مغلقة، أبواب العراق مغلقة على العالم، المؤمنون لا يتمكنون أن يذهبوا. هذا مع هذه الصعوبات 30 مليون، الحكومة تتحمل؟ إعلام عندهم أموال ضخمة، تعالوا، يريدون أن يجمعوا الناس، كلهم يحبون أن يجمعوا الناس في مجتمعات كبيرة. كم؟ 10,000، 20,000، 50,000، 100,000. تلك الدولة الكبرى بإعلامها الضخم، أقوى إعلام في العالم، في تاريخها مرة واحدة تمكنت أن تجمع 900,000 شخص في قضية فوز رئيس جمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين في تاريخ ذاك البلد، شيء استثنائي. 900,000 شخص اجتمعوا، جمعناهم في مكان واحد، يتحملون 30 مليون بكل سهولة، يجتمعون يتحملون مليار، هذا مليار أرقام السنوات السابقة، مليار وجبة مجانا توزع، يتحملون. في تاريخ البشر متى حدث عشر، لا أقول مليار وجبة، الآن أكثر من مليار وجبة توزع في زيارة الأربعين، أكثر بكثير من مليار، قبل سنوات الرقم كان قد وصل إلى مليار، لا مليار، 100 مليون. عندكم في تاريخ البشر حكومة تمكنت أن تطعم الناس 100 مليون وجبة مجانا خلال أيام؟ ما موجود، لا 1% من هذا الرقم في تاريخ البشر، في كل تاريخ البشر من زمن آدم إلى يومنا هذا، يوجد مرة واحدة تمكنت حكومة أن تطعم 10 ملايين شخص وجبات مجانية؟ ما موجود، ما موجود نهائيا. ابحثوا، ابحثوا في الجوجل غير الجوجل، توجد حكومة تمكنت في مرة من المرات تطعم 10 ملايين وجبة مجانا للناس؟ ما موجود. هنا بكل سهولة أكثر من مليار وجبة خلال 20 يوم، خلال أقل من شهر أكثر من مليار وجبة مجانا، أي حكومة تتحمل؟ ناهيك عن النفسيات، ناهيك عن الصفاء، ناهيك عن الإيثار، ناهيك عن المظاهر التي حقا توقف عقولهم. لا يستسيغون، لا يستسيغون، يعادون حتى نعرف مصداقا من مصادق قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. بغض عجيب، أحد يبغض الإمام الحسين؟ نعم. أحد يبغض زيارة الإمام الحسين؟ نعم. الإمام الصادق قال: من أراد الله به السوء قذف في قلبه. فقط الله إذا أراد بشخص سوءا، السوء لا سوءا، السوء يعني كل السوء، يعطيه مفتاح جهنم حتى يدخل إلى قعر جهنم. مفتاح جهنم ما هو؟ بغض الحسين وبغض زيارته، يبغضون.
يحاولون في البداية، حاولوا أن يخفوا هذا الحدث الكبير ما تمكنوا، الآن يحاولون أيضا لا يتمكنون. انتظروا، هؤلاء وأمثالهم، هذه الحكومات القوية، هذا الإعلام العالمي، الإعلام الأصفر الكذاب، هم يسمون الإعلام الكذاب بالإعلام الأصفر، هذا الإعلام الأصفر سيذهبون لا أقول سيذهبون، سرعان ما يذهبون إلى مزبلة التاريخ. وجهودكم أنتم خدام الإمام الحسين، خدام زوار الإمام الحسين، أنتم زوار الإمام الحسين، جهودكم تبقى وتثمر كما أثمرت جهود السابقين، جعلتنا نحن في هذا الدرب. جهود أولئك الذين تحملوا صار أنه اليوم أكثر من 30 مليون زائر يذهبون في زيارة 40 إلى المولى سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذه تبقى، أولئك يذهبون وسرعان ما يذهبون. أنتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسين تسعدون. أولئك ليحاولوا محاولاتهم، يصادرون جهودكم أنتم خدام زوار الإمام الحسين، لا هذه حركة من حكومة، ليقولوا جهودكم تبقى أنتم وتؤثر وتثمر، وأنتم سعدتم وسعدتم بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بالحسين تسعدون. هنيئا لخدام زوار سيد الشهداء، هنيئا لزوار الإمام الحسين صلوات الله عليه، هنيئا للمشاية في زيارتهم إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هنيئا ثم هنيئا لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم من هذا التوفيق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل زائر في السنة القادمة، يوفق إلى زيارته أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خدام زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لهذه الخدمة إلى آخر أعمارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع زوار سيد الشهداء وأن يوفقنا لزيارته. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.